دكتور سامح المزين سيودو من برنس تروكولايتس ساكس كونفيرس. تفضل يا فندم. ما سبتهاش امبارح. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البدايه بشكر استاذنا الاستاذ دكتور راشد حسن على الدعوه الكريمه، وبهنيه بالمؤتمر الجميل، وبرحب طبعا بمايدير ريتشارد بيرسون، وبرحب بالساده الضيوف. النهارده هنشرح سودوميمبرانس انتيروكولايتس. سودوميمبرانس انتيروكولايتس عباره عن اكيوت انفلاميشن تحصل في الانتستاينال ميوكوزا، كاركترايز باي بريسنس اوف سودوميمبرين او بليك. لو موجود في السمول انتستين بنسميه سودوميمبرانس انترايتس، لو موجود في اللارج انتستين بنسميه سودوميمبرانس كولايتس، ان بوز بنسميه انتيروكولايتس كومنلي اسوشيتد ويز انتي بايوتكس. الديزيز موستلي كومن ريزلت طبعا من سي ديف كلوستريديم ديفيسيل انفكشن، ويعتبر نوزوكوميال ايشو اوفر ذا لاست تو ديكيدز. الالنس دايما بيفيتشرد باوفنسيف سميلينج دياري، بيبقى معاه فيفر ابدومينال بين، في سيفير كيسز بيبقى فيه لايف ثريتنينج كومبليكيشن زي التوكسيك ميجا كولو. حوالي 20% من انديفيديوال ار هوسبيتالايزد بيكم كولونايزد بي سي ديف ديورنج الهوسبيتالايزيشن، مور ذان 30% ديفلوب دايريا، وبالتالي كلوستريديم ديفيسيل از موست كومن نوزوكوميال انفكشن. السي دي اف كان بي كالشر في الاستول في 5% وفي هيلسي ادلت 10-30% في سيمتوماتايز هوسبيتال اند نيرسينج هوم بيشن، 30-50% وفي هيلسي انفان. سودو ميمبرانس انتيروكولايتس كومبليكيت حوالي 10% من الحالات اللي بتبقى فيه انتيبيوتيك اسوشيتد دايريا. الايتيولوجي في 78 لقينا ان سي دي اف طبعا ذا كوزيتيف باثوجين بيحصل في الماجورتي اوف كيسز، ويبقى مع الانتيبيوتيك اسوشيتد كولايتس طبعا، وكان اشهرهم الكليندامايسين، ولكن البنسلين والكيفالسبورين طبعا امبليكيتد في الموضوع. اثر باثوجينز موجوده الكوليستريديوم بريفرينجين والستاف اورياس السالمونيلا الكانديدا كليبسيلا، كل ده ممكن يعمل لنا. السي ديف عباره عن جرام بوزيتيف انيروبيك سبور فورمينج باسيلس ريسبونسبل فور ديفلوبمنت اوف انتيبيوتيك اسوشيتد دايريا اند كولايتس. الريسك فاكتور طبعا واحد واخد انتيبيوتيك، واحد عنده اولد ايج اكتر من 65 سنه، واحد واخد هيستوري اوف براير كولز سي ديف انفكشن، الناس بتستخدم جاستريك اسيد سبريسيف ميديكيشن، جاسترونتستاينال سيرجري، كولوريكتال كانسر، ميون ديفيشنسي، انفلاماتوري باول ديزيز. الباثوفيسيولوجي طبعا كبير جدا، حاولت يعني الخص فيه على قد ما اقدر. الكولايتس بيعتمد على اربع حاجات. اول حاجه يحصل فيه ديستربنس للفلورا بتاعه الكولون، اتنين بيحصل كولونايزيشن بيحصل بالسي ديف، اخر ثلاثة بيعمل ريليز اوف توكسين، اربعة ميوكوزال انفلاميشن اند دامج. طبعا دايما الانتيبيوتيك از كي فاكتور اللي بيعمل الترنج كلونيك فلورا. نورمال جات فلورا ريزيست الكولونايزيشن اوف سي ديف اند اوفر جروس، ولكن الانتيبيوتيك بيعمل التريشن، وبالتالي بيحصل بروفليشن اوف كلوستريديوم ديفيسيل توكسين برودكشن اند دايري. السي ديف بيطلع لنا اتنين توكسين، توكسين اي وتوكسين بي. توكسين اي بنسميه انتيرو توكسين، توكسين بي بنسميه سايتوتوكس. ده عباره عن هاي مولكولار ويت بروتين، وتتحد مع سبيسيفيك ريسبتور موجود على الانتستاينال ميوكوزا، وتعمل انتري جوه في السيل عن طريق بتعمل ان اكتيفيشن لحاجه اسمها ار اتش او بروتين والجلوتاميل ترانسبيبتايديز، ودول مسؤولين اصلا عن الاكتين بوليمرايزيشن والسيتوسكيليتال اركتكتشر والسيل موفمنت، وبالتالي بتعمل وايدنينج للجنكشن في الانتيرو سايت، تعمل دايريا وفلويد لوس. بعد كده التوكسين اي وتوكسين بي بيعملوا اتراكشن للسيتوكاينز عن طريق ان هم بيعملوا ماسل ديجرانيوليشن، طلعونا من الجرانيوسايت سايتوكاين زي الانترلوكين 1 و6 و8 وتيومر نكروزنج فاكتور، بيعملوا اكتيفيشن اولسو للفوسفولايبيز 2، طبعا هيطلع لنا برودكشن ارشيدونيك اسيد، تعمل اكتيفيشن البروستاجلاندز وبرودكشن اوف ليوكوتراينز،
وبالتالي بيزودوا لنا البلاد فلو في الكابيلاري بيدز ويزود الكابيلاري بيرميابيليتي. ريليز اوف ليوكوسايت مع الميوسين مع الفايبرين مع السيلولار ديبريس، كل ده بيعمل لنا السودو ميمبرين. عيان السودو ميمبرانس بيجي يشتكي من مايلد ومودريت ووتر دايريا اوفنسيف احيانا سميل ريلي بلادي، تبقى معاه كرامبنج ابدومينال بين اناروكسي اند ماليز، ممكن بيبقى معاه فيفر في السيفير كيس او الدي هايدريشن نتيجه اللوس اوف ذا فلويد، لور ابدومينال تندرنس ريباوند تندرنس اند ماركت ريجيديتي، ديكريز الباول ساوند. ده بيحصل في حالات الكومبليكيشن زي الباول برفوريشن اند توكسيك ميجا كول. وقتين شك في الدياجنوز سسبكت من ثلاث حاجات: لو عيان جالي باسهال وعنده ريسيف ده انتبيوتيك في اخر ثلاث شهور، او عيان حصل ريسنتلي هوسبيتاليزيشن، اخر حاجه حصل دارية في خلال 48 ساعه ل 72 ساعه افتر هوسبيتاليزيشن. بالنسبه لللاب ستادي بنعتمد اول حاجه على السي بي سي ونشوف فيها الوايت بلاد سيلز، وده اللي بيتفرق لنا طبعا السيفير من نون سيفير كيس. اليوكوسايتوز لو اكتر من 15000 طبعا بيعتبر سيفير كيس. سيرم كريات برضو اولسو لو اكتر من 1.5 يعتبر سيفير كيس. الالكترولايت ليفل والامبالانس اللي بيحصل، البومين ليفل، بيحصل هايبو البومينيميا في السيفير كيسز، واخر حاجه سيرم لاكتيت ليفل بتبقى اكتر من 5 ملي مول في السيفير كيس. الاستول السي للسي ديف، اول حاجه الاستول كاليتش، والاستول كاليتشر سنسيتيف ولكن بياخد تايم شويه وسبيسيفيك، فامنا يعني الدياجنوز بتاعه بيبقى قليل شويه من ناحيه ان احنا بنستنى النتيجه. الجلوتامايل هيدروجين انزايم ومهم جدا، اميون السي. البي سي ار مهم، الستول سايتوتوكسين اللي بي ديمونستريشن السايتوباسيك افكت اوف زينوترالايزد باي سبيسيفيك انت سيرم. الانزايم اميون السي لتوكسين ايه والبي واللاتكس اجلوتينيشن تيست. وده دياجرام لازاي اعمل ابروتش للكوستريديوم ديفيسي، وده مهم جدا. بنقول لو ما احنا سسبيشن سي دي سي ديف بيعتمد على اثنين تيست، اول حاجه جلوتامايل دايدوجينيز انتيجين تيست وتوكسين اي وبي تيست. لو الاثنين بوزيتيف يبقى احنا كونسيستنس مع السي ديف، لو الاثنين نيجاتيف نوت كونسيستنس مع السي ديف. لو واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف ايا كان منهم بنسميه انديترمنت، نرجع نعمل له حاجه اسمها النات. ايه النات؟ اللي هي نيوكليك اسيد امبليفيكيشن تيست. بوزيتيف يبقى سي ديف، نيجاتيف يبقى نوت كونسيستنس ويز سي ديف. الايمج ستادي طبعا ليه رول مهم زي الابدومينال سي تي والراديوجرافي. والراديوجرافي هنا في حالات السسبيشس لو حصل في بروفريشن او حصل توكسيك ميجا كولون بيبقى احسن في التشخيص من الابدومينال سي تي. طبعا الاندوسكوبي ده مهم جدا، كولونوسكوبي ونعمل سجمويدوسكوبي عشان نشوف السودو ميمبرين، ويبقى وايتش يلو زي ما احنا شايفين، وبيبقى من 2 ل 10 ملي متر، ويبقى اوفر لاينج ريسيميتانت اند انديميتاس ميوكوز. المانجمنت في انيشال مانجمنت، اول حاجه طبعا لازم نعمل ديسكونتينيوشن اوف ذا انتي بايوتيك، نعمل سبورتيف تريتمنت للدايريه، ندي فلويد ريبليشن، ندي الكترولايت لو في امبالانس فيها. في 25% بيحصل لهم ريزولف وزود فيرزر تريتمنت. التريتمنت انا لقيته كتير والله وقريت عنه، فحاولت الخصه في ابسط صور اللي انا جايبه. اول جدول اللي هو اللي بنسميه انيشال ابيسود لو حصل اوف انفكشن، قسمناها المايلد ومودريت وسيفير وكريتيكال ايل اللي هو في فالمنت او انفكشن. اول حاجه المايلد نديله فيلاجيل اللي هو المترونيدازول اورالي 500 ثلاث مرات مده 10 ايام. في السيفير كيسز بندي الفانكومايس 125 ملي كل 6 ساعات، لو ما فيش ريسبونس بنزودهم لغايه 500 كل 6 ساعات لمده 14 يوم. اما العيان الكريتيكي ال او في فالمن كومبليكيتد بندي اورالي الفانكومايسن كل 6 ساعات عن طريق نيزو جاستريك تيوب او ريكتال انيما، ده طبعا موجوده. زائد انترافينوس، هنا بقى بندي انترافينوس مترونيدازول اللي هو الفلاجيل، او ممكن نبقى كيب ان مايند في الحالات دي الفيكال ترانسبلانتيشن او السيرجري. الجدول الثاني ده لو حصل للعيان ريكارنت انفكشن، لو فيرست ريكارنت انفكشن بيعالج زي الجدول الاولاني بتاع المايلد والمودريت والسيفي. طب لو سكن بندي فانكومايسن بس بنعملها اسمها التابرد. تابرد يعني ايه؟ بندي 125 ملي
كل 6 ساعات لمده 14، وبعدين نديه مرتين لمده اسبوع، وبعدين نديه مره لمده اسبوع، وبعدين يوم ويوم لمده اسبوع، وبعدين كل 3 ايام لمده 14 يوم. لو في الفيدوكسامايسين بنديه 200 مللي كل 12 ساعه لمده 10 ايام. والفيدوكسامايسين احسن من الفانكومايسين لانه هو بكتيريو سايد، اما الفانكومايسين هو بكتيريو ستاتيك، فعشان كده هو لو افيلابل يبقى احسن بكتير من الفانكومايسين. لو فازر ريكارنس بندي الفيدوكسامايسين لو ما استخدمناش قبل كده عشان الريزيست، وبندي ويزر وزاوت البروبايوتيك ومكتوب في الجايد لاينز الجديد، او بندي فانكومايسين كل 6 ساعات لمده 14 مع الريفاكسامين اللي هو الجاستروبايوتيك 400 مللي 3 مرات لمده 10 ايام. ولو عندنا المونوكلونال انتي بودي اللي هو بيسموه زيمبلافا او البيزلوتوكسيماب، او في الاخر ممكن لو العيان ريسبونس ندي الفيكال مايكروبيال ترانسبلانتيشن. ممكن نستخدم سيرجري، ممكن انديكيتد في الناس اللي عندها كومبليكيشن زي التوكسيك ميجاكولون او ريسك اوف بيرفوريشن، بنعمل حاجه اسمها توتال كوليكتومي واليوستومي، والمورتاليتي ريت ممكن توصل ل 30 ل 35%. في بعض الادويه كونترا انديكيت، منها الكوليستيرامين، ما ينفعش ادي عيان عنده سودوميمناس كولايتس الكوليستيرامين او بايل اسيد سيكويستران لانه بايند للتوكسين وبينهبت الافكت. اولسو لوبراميد ودايفينكس وهيدوريد لان بيقلل الجي تي موتيليتي فبيزود التوكسين الموجوده في الجسم، واخر حاجه الاتروبين سلفيت. شكرا. شكرا يا دكتور سامح على المحاضرة الرائعة، وبتفكرني محاضرتك دي بخطابات الزعيم جمال عبد الناصر، ده حقيقة يعني، وانت حبيبي طبعا انت عارف فيش كلام يوفيك شطارتك وعلمك واخلاقك، وانت حبيبي وفخر الزقازيق يا دكتور سامح. والان مع المحاضرة التالية للاخت الفاضلة والاستاذة الجليلة دكتورة رضا بدوي، استاذ البدوي لو سمحت البدوي في فرق. ماشي.